سمي برج فلكي على اسم أداة. بس محاصيل زراعية نستخرج منها الخل. التمر. لعبة رياضية تقاس نتيجتها بالارتفاع. القفز. مادة مفيدة تنتجه حشرة. النحلة. اسم مؤنث بمعنى عطر. عطر نرجس. سمي برج فلكي على اسم أداة. اسم أداة ال يلا خلينا نشوف ان الدرجات ايش قد جابت لك. ويلا السؤال الاول اللي سالتك اياه ضمن الخمس اسئله ها؟ اي نعم. وقلت لي عيده رجعت قلت اياه السؤال الاول سمي برج فلكي على اسم ماده هو ما قلت فطلع صفر على اسم أداة. السؤال الثاني كان محاصيل زراعية تستخرج أو نستخرج منها الخل ايش قلت؟ تمر. تمر مضبوط التمر. برافو عليك 32 نقطة. السؤال الثاني كان لعبة رياضية تقاس نتيجتها بالارتفاع قلت؟ القفز. القفز بس ما حددت بالقفز لو حددت كان تاخذ مثلا درجة أعلى من العشرة وبعدين نشوف لربما شو الاحتمالات بعد ما نسأل الأخ سامر. السؤال الرابع كان مادة مفيدة تنتجه الحشرة أو حشرة قلت النحلة. النحلة عسل. هي الحشرة بس احنا العسل. قلنا مادة العسل مفيدة. برافو عليك. المادة المفيدة اللي تنتجها الحشرة شنو هي؟ العسل. لا تقول خلاص يا راح يجينا بعدين وراك سامر. 42 نقطة. السؤال الخامس اسم مؤنث بمعنى عطر ايش قلت؟ نرجس. نرجس الورد. اسم وردة. اسم وردة نرجس فمو اسم مو بمعنى عطر. خلي نشوف ايش قد جابت لك النرجس. النرجس لانه النرجس ورد ياسمين المفروض. خلي نشوف خلي نشوف الان سامر شي يجيب. تفضل اخ محمود. خلي نشوف الاخ يعني سامر ايش قد راح يجيب. انت ايش قد جبت؟ 42 نقطة. يعني الرادلة زامر 158 نقطة. 158 نقطة.